القضاء خاصو ينتبه لهاد النقطة، راه كيقتل العمل ديال الشرطة، يجب إطلاق سراح للشرطي فورا، تطلق السراح ديالو وتعامل معاملة الأبطال، ماشي مجرم، الشرطي ماشي مجرم، وعمر الشرطي كان مجرم، والسلام عليكم. احتجينا على جينا واحتجينا، البوليسي خرج لينا، البوليسي خرج لينا، البوليسي خرج لينا، البوليسي خرج لينا، السارق أحلى برا، السارق أحلى برا، وخونا بالوكاشا، وخونا بالوكاشا. عثمان الله يرحمه ويرحمه في هذا اليوم المبارك السعيد وهذا الشهر المعظم، كنتمنوا عليه دقة القبور والله يثبتوا على السؤال ديال الملائكة، ولكن هاد عثمان خونا واحد منا، واحد من الشعب المغربي الله يرحمه، حيت الأجل ديالو كان هو هذا. هذا عيب، هذا البوليسي في خطر، البوليسي في خطر، وهذا عيب، هذا عار، هذا عيب، هذا عار، البوليسي في خطر، البوليسي في خطر. السلام عليكم كمجتمع مدني، ابراهيم عتيد. السبب ديال الوقفه ديالنا هو التضامن، اولا تعازي الحاره للشاب عثمان والعائله ديالو، نتمنوا ليه ان شاء الله يكون من الشهداء، يكون شفيع للعائله ديالو، والوقفه تضامنيه مع الشرطي اللي كاين دابا وراء القطبان، كنتمنوا من السلطات لانه هو دار العمل ديالو، دار الواجب ديالو، كنتمنى باش ما تكونش واحد الصوره على رجال الامن بانهم مجرمين. رجل الامن كيدير غير العمل ديالو، كيدير غير الواجب ديالو، هادشي كان غير مساله ديال تهور، ديال تهور، وكنت فادينا هاد المسائل هادي، كون هاد رجل الامن نقولوا هي القيد هي الماتريكيل، كيف كنقولوا كاملين قيد هي الماتريكيل، ومن بعد جاتوا واحد المخالفه الدار تكون القضيه مزيانه، ولكن حنا كنعاون هاد المساله هذه، كنتمناو باش الاداره ديال الامن الوطني تاخذ بعين الاعتبار ديالها وتكون واحد استراتيجيه ديال العمل بالنسبه لرجال الامن باش ما يوقعش لنا في هاد الحوادث هادو، ونتمناو الخير للجميع. السلام عليكم. هذا عار، هذا عار، والشرطه في خطر، هذا عار، هذا عار، والشرطه في خطر. البوليسي، البوليسي علاش؟ كيف يركب على الحادث؟ راه كاين القانون، القانون في من الجميع، حنا كنعرفوا القانون في من الجميع، عندنا بلاد كيسيروا مسؤولين. والثانية والثالثة، أتقدم بالتعازي الحارة ديالي إلى عائلة المفقود عثمان، وكنقول اللهم اجعله من أهل الجنة. غير نبغي نوصل واحد الرسالة خفيفة للعائلة ديال عثمان، بأن حد الأجل ديال عثمان راه هو ديك الساعة، ولو تبغي تشرى بالفلوس العمر ديالو راه ما يتشراش، ولكن ذاك البوليسي راه ما غاديش نقدر نقول أنا بحسب الرأي ديالي راه هو السبب ديال الوفاة ديالو، بالعكس راه الأجل ديالو حد الأجل هو هذاك ديال خونا عثمان، عثمان راه واحد منا، ولكن حتى البوليسي راه واحد منا. أنا ما كنتحمل المسؤولية. أنا بيني وبينك كنحمل المسؤولية لديك الناس اللي دايرين ديك الحفرة، الناس مسؤولين على ديك الحفرة. هذاك ها؟ بلاتي لا، حنا ما تنعاتبوش، الله يرحمه. الله يرحمه، الخطأ ديال خويا عثمان ممنوع من عن كل ينهزوا 3 بلاص في واحد الدراجة نارية. ممنوع. البوليسي عايل المخالفة تبع باش يسجل المخالفة للدراجة. ملي كان الفرار تبعوا، ولكن شي وحدين كيقول لك دفعوا، هو اللي دفعوا، واش شاف شي ناس، شاف شي حد انه هو اللي شاف شي ناس، شافوا شي وحدين انه دفعوا؟ الظلم ظلمات يوم القيامه، ما نظلموش. البوليسي راه واحد منا، البوليسي راه خويا، البوليسي راه خوك، البوليسي الا ما لقيتيش خوك ولا واحد من الدرب كتلقاه جارك على يدك اليمين ولا على جارك على يدك اليسار. حشومه ركبوا على الحادث، ولا عينتوا انتم الشهداء لهاد الايام من بعد الاعتقال ديال هاد البوليسي هذا، كتشوف صحاب الدراجين دايرين اش دايرين، عدم استعمال الخوطه، عدم احترام قانون السير، راه عيب وحشومه. واش هاد البوليس هادو ردعوهم؟ راه عيب، الناس راه قايمين بالواجب ديالهم، راه كاين الامن والامان عندنا في هاد البلاد، والله كل ما كان الامن والامان كون رحنا السيده كاينه. امني انا وجبد راه يحق عليا بنادم ناخذ حقي بيدي، علاش خدنا الحق في هذا البوليسي اللي هو تعتقل اللي هو خويا وخوك، وما تاخذوش الاجراءات في هذيك الحفره اللي هي
علاش؟ خص الناس مسؤولين ياخذوا الاجراءات ديالهم. دي مسؤوليه مشتركه كما قلتي. ما نقولش مسؤوليه مشتركه، البوليسي راه قايم بالواجب ديالو. السلام عليكم الإخوان، معكم رشيد فاعل جمعوي، واحد من المؤثرين واليوتيوبرز المغاربة. اليوم كان جيت يعني مع التنسيقية الحمد لله اللي حضرات واللي مشكورة، كذلك حضور الجماهير اللي كان من أجل المؤازرة ديال هذا رجل الأمن هذا، اللي شخصيا كنت سائل على الأسباب اللي خلات أنه تم الاعتقال ديالو. نكونوا مغاربة كيف ما تم العهد ديالنا دائما، هو أن ولدنا عثمان رحمه الله ومن هذا المنبر كنوجه واحد التعزية للعائلة ديالو، أن ولدنا غلط مني ما دارش الكاسك، غلط مني هز ثلاثة ديال البلايص وما يمكنش يتحكم في الموتور بثلاثة ديال البلايص، غلط مني تم غادي بسرعة، غلط مني ما امتثلش الأوامر ديال الشرطي بالوقوف. البعض كيقول لك لا الشرطي مسؤول، إلا جينا يعني نهضروا على المسؤولية، فالمسؤولية راه نقدروا كذلك تقيس مدير شركة ليديك ورئيس جماعة ديال هذيك المنطقة على أساس أنه خاص كذلك يتم الاعتقال ديالهم على ذاك الهونغار اللي محلول. نكونوا واضحين اليوم، كلنا كمغاربة كنعانيوا من هاد أصحاب الدراجات، هاد 96 و 76 كلنا كنعانيوا منهم، كلنا كنخافوا منهم وسط الطرقات. واجب علينا اليوم أننا نقولوا بأن ولدنا غلط مني ما دارش الكاسك، غلط مني مشى بسرعة، غلط مني هز ثلاثة البلايص، غلط مني ما وقفش للبوليسي. هاد السيد هذا قام بالواجب ديالو، فصراحة لا عبر الميديا ولا عبر كذلك المواقع، يعني شكرا بزاف للتفاعل ديال المغاربة اللي بينوا على أن المقاربة الأمنية نجحات بشكل كبير الحمد لله. شفنا بعض الشعارات تافهه اللي كتقيس بالامن ككل من طرف يعني بعض القاصرين وبعض يعني المراهقين، فالحمد لله هذه الشعارات ما عبرتش على الراي ديالنا، ما عبرتش على الشعور والمشاعر ديال المغاربه، وانما عبرت فقط على ديك الاصوات اللي كانت تتعالى. فراح ديالو ويرجع للخدمه ديالو، راه الا ما رجعش للخدمه ديالو فبالنسبه لي انا هذه القضيه راه خاسره، لان هذا السيد دار الخدمه ديالو. وخاصنا كلنا نفهموا بان اليوم احنا امام واحد المرحله، اما اننا نعطيه معنويات وروح جديده الرجل الامن انه يدير الخدمه ديالو، واما اننا يعني نقولوا ليه ما ديرش الخدمه ديالك، خلي الشفار يديروا ما بغاو، خلي القاصرين يديروا ما بغاو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.